آخر إحصائيات فيروس كورونا في الجزائر اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020. مجموع الإصابات 847، عدد الوفيات اليوم 58، الإصابات الجديدة 131 حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات. حالات الشفاء اليوم 61، عدد الوفيات 14، 5 وفاة بالعاصمة، 3 بالبليدة، حالة واحدة لكل من غردايا، أم البوقي، والمدية، وغيليزان، تيزي وزو، وعين، تيموشنت.